بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نقدم لكم درس ضرب عددين عشريين. العدد الأول مكون من رقمين في الجزء العشري، والعدد الثاني مكون من رقم واحد في الجزء العشري. إذن لضرب عددين عشريين نضرب بطريقة الضرب العادية، نسيو قاع الفاصيل. 7 ضرب 5، 35. 7 ضرب 5 تساوي 35، والثلاثة تساوي 38. 7 ضرب 2 تساوي 14، والثلاثة الاحتفاظ تساوي 17. هنا نروحوا للثلاثة، نديروا عملية النقطة أو الصفر. 3 ضرب 5 15. 3 ضرب 5 إذن 15، نحتفظ بالواحد. 3 ضرب 5 تساوي 15. 3 ضرب 2 تساوي 6، والواحد الاحتفاظ تساوي 7. الآن نجو نجمع مباشرة بطريقة عادية. 5 زائد لا شيء أو زائد 0 تساوي 5. 8 زائد 5 تساوي 13. نكتب الواحد هنا. 1 زائد 7 زائد 5 تساوي 6 زائد أو 8 زائد 5 تساوي 13. 1 زائد 1 تساوي 2 زائد 7 تساوي 9. الآن بقي أن نزيح الفاصلة، نحسب كم عندنا من رقم بعد الفاصلة. عندنا الرقم الأول، الرقم الثاني، الرقم الثالث. الرقم الأول، الرقم الثاني، الرقم الثالث. إذن من بعد هذا الثلاث أرقام نديروا الفاصلة. إذن الفاصلة جينا هنايا، والتسعة نكتبوه هنا. النتيجة 9.335. هنا في حالة عدنا ثلاث أرقام نزيح الفاصلة بثلاث أرقام في النتيجة النهائية. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. إلى اللقاء مع عدد قادم.